الذي أذهب عنا الحزن والهم والغم وطول الشوق إلى زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه. نحن نعيش في جنان المسجد الأقصى المبارك، فهو جنان من العبادة والذكر والصلاة والدعاء والتضرع إلى الله وعبادة الرباط وعبادة شد الرحال إليه. فنحن بحمد الله نعيش في هذه الجنان، ما أعظمها، ما أطيبها، ما أحلى ذوقها. أسأل الله لكل الأمة الإسلامية أن تتذوق هذه الحلاوة التي يتذوقها أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وهم يشدون رحالهم إلى المسجد الأقصى المبارك. وهذا ما لا نشك فيه، ستأتي أيام قريبة إن شاء الله وقد تمتعت القدس والمسجد الأقصى المبارك بكامل شرفهما وعزتهما وحريتهما، ليحتضن كل وفود المكبرين المهللين من كل فج عميق من أمتنا الإسلامية وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني. نؤكد أن قضية الإبعاد هي قضية مؤلمة، نعم، ولكن لو اجتمعت كل قوى الاحتلال في كل العالم لن تستطيع أن تقطع الرباط القلبي بيننا وبين المسجد الأقصى المبارك. هذه العرقلة متوقعة، وكل احتلال في التاريخ له صفة واحدة، هي صفة الظلم ونشر ظلمه على الآخر. ولذلك أنا شخصيا لن أنتظر من الاحتلال الإسرائيلي غير هذا الأذى، ومع ذلك نحن في كل زيارة نزور فيها المسجد الأقصى المبارك نجدد العهد مع المسجد الأقصى المبارك، نؤكد لكل ذرة تراب من المسجد الأقصى المبارك أننا معه في محيانا في مماتنا حتى نلقى الله.